السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة رابعة ابتدائي، ويلكم باك. النهاردة إن شاء الله الحلقة الثانية في سلسلة مراجعات الدرجة النهائية لمنهج كونكت فور. هنحل النهاردة 84 جملة اختياري. إن شاء الله الامتحان أو أسئلة الاختياري بتاعت الامتحان لن تخرج من الامتحانات بتاعت بنك المعرفة اللي احنا هنحلها دلوقتي. ركز معايا، كبر الصورة، علي الجودة، افهم السؤال كويس وافهم الاختيارات كويس. ما تحلش الا لما تقرا كويس، اتأنى وبعد كده ابدأ حل. بعد ما تحل كمان بتقرا الجملة اللي حلتها وتتأكد من اجابتك، يعني دايما بتعمل تشيك على اجابتك بعد كل سؤال. الجملة رقم واحد بتقول لي the bus driver، يعني سائق الاتوبيس. بقرا كده بالراحة وبترجم. ماله بقى سائق الاتوبيس؟ needs يحتاج، يا ترى بيحتاج ايه؟ to fix the bus. to fix، وانت عارف fix يعني يصلح، لكي يصلح الاتوبيس. يبقى سائق الاتوبيس محتاج teacher، مدرس، mechanic ولا builder؟ لا، هو محتاج mechanic. وطبعا حبايبي عارفين يعني ايه ميكانيك. ميكانيك يعني ميكانيكي. طيب الجملة التانية بتقول لي the a are building my new house. طيب يعني ايه are building؟ are building يعني بيبنوا، my new house يعني بيتي الجديد. يا ترى مين اللي هيبنوا بيتي؟ هل هم البيلدرز يعني عمال البناء؟ هل هم التيتشرز المدرسين؟ هل هم الدنتستس دكاترة السنان؟ لا، اللي هيبني البيت اكيد هم البيلدرز عمال البناء. طيب الجملة اللي جاية بتقول we ate fish، نحن اكلنا سمك. at a big a، في ايه كبير؟ احنا هناكل السمك at a big museum يعني في متحف كبير، ولا at a big restaurant في مطعم كبير، ولا at a big school في مدرسة كبيرة؟ لا، احنا هناكل السمك اكيد في restaurant. يعني ايه restaurant؟ يعني مطعم. هناكل السمك في مطعم. طيب الجملة الرابعة بتقولي Alexandria is a ايه؟ اسكندرية بتكون ايه؟ in the north of Egypt، في شمال مصر. يا ترى الاسكندرية village، قرية؟ ينفع الاسكندرية تبقى قرية؟ اسكندرية مش قرية. طيب تاون ولا سيتي؟ تاون مدينة صغيرة، سيتي مدينة كبيرة. لا، الاسكندرية مدينة كبيرة. خلي بالك في الفرق حبيبي بين تاون وسيتي. تاون مدينة صغيرة وسيتي مدينة كبيرة. طيب نمبر 5، the mail carrier اللي هو ساعي البريد delivers، بيوصل. طب انت يا ساعي البريد بتوصل ايه؟ هل انت بتوصل garbage القمامة، ولا packages الطرود البريدية، ولا walls الجدران؟ لا، ساعي البريد بيوصل packages. packages حبيبي يعني الطرود البريدية. الجملة رقم 6، a helps you، بيساعدك with your bad tooth. وانت اسنانك يعني بايظة، مين اللي هيساعدك وانت اسنانك بايظة؟ الاركيتكت، المهندس المعماري، ولا الميكانيك الميكانيكي، ولا الدنتست؟ لا، هو دنتست. يعني ايه دنتست؟ يعني طبيب اسنان، هو ده اللي هيساعدني وانا اسناني بايظه. نمبر 7، كان يو رايت، ممكن او تقدر تكتب اباوت، عن ذا بروز، عن مزايا اند ايه اوف ا جوب، بتاعه الوظيفه المزايا والايه. بروز اند كونز، ولا بروز اند كانز، ولا بروز اند كان؟ لا، المزايا والعيوب. طيب يعني ايه العيوب؟ العيوب يعني كونز. كونز العيوب، كونز المزايا والعيوب. طيب عندنا الجملة نمبر 8 تقول ايه touch anything electrical with hands. ايه تلمس anything electrical، اي حاجة كهربائية، with hands، ويدك مبتلة. always دايما، دايما المس اي حاجة كهربائية، ولا never عمرك ما تلمس اي حاجة كهربائية، ولا do يعني برضو افعل. لا، هي طبعا never، عمرك never touch anything electrical with hands. number 9، an architect، المهندس المعماري، always دايما carries a major، دايما المهندس المعماري شايل a major. احنا حبيبي بنقول a major، top major، tap major، tape major. لا، احنا بنقول tape major. يعني ايه tape major؟ يعني شريط القياس، او الشريط اللي هو المتر اللي بنقيس بيه. طيب my mother never gets angry، ماما عمرها ما غضبت. يبقى ماما دي she is very patient، ولا difficult، ولا sad؟ تعال نشوف معانيهم. patient يعني صبور، difficult يعني صعب،
وساد يعني حزين. لا، ماما عمرها ما غضبت، يبقى she is very patient، هي دايما صبورة. She is very patient. رقم 11 بقول لك all the jobs، كل الوظائف، are very bad ولا important ولا cute، كل الوظائف مهمة. طب يعني ايه مهمة؟ مهمة يعني important. ما ينفعش تقول bad، ما ينفعش تقول كل الوظائف سيئة، ما ينفعش تقول كل الوظائف cute، جذابة. لا، هي important، مهمة. طيب number 12 بيقول لك in a storm، في العاصفة او اثناء العاصفة، we sometimes see، احيانا بنرى، a flash of a، a flash يعني وميض. وميض من الايه؟ من المورنينج، من الصباح، evening، المساء، ولا lightning، البرق؟ لا، a flash of lightning. يعني ايه؟ يعني وميض من البرق، ده اللي احنا حبيبي بنشوفه in a storm، في العاصفة. نمبر 13 بيقول لي the fennec fox، ثعلب الفنك، has a thick ايه؟ عنده ايه thick؟ thick يعني سميك، to keep warm، ليحافظ على دفئه. يا ترى عنده thick fur، فر وسميك، ولا thick beak، منقار سميك، ولا thick feather، ريشة سميكة؟ لا، هو عنده thick fur، يعني فر وسميك. نمبر 14 we chew food، نحن نمضغ الطعام، with our، نيجي بقى نشوف الاوبشنز بتاعتنا والاختيارات اللي عندنا موجودة في الصفحة اللي جاية. خلي بالك احنا بنمضغ الطعام with our ايه؟ تعالى بقى للصفحة اللي جاية دي ونقرأ كده، nose ولا eyes ولا teeth، نمضغ الطعام with our teeth، بسناننا، احنا مش هنمضغ الطعام بnose بأنفنا ولا eyes بعينينا. نمبر 15 بيقول لي the roots، roots حبيبي هي الجذور بتاعت النبات، the roots grow، الجذور تنمو. طيب هي بتنمو ايه؟ the soil، يعني ايه soil؟ فاكر soil يعني تربة زراعية، فكر حبيبي معايا، الجذور بتنمو ايه؟ التربة. next to، بجوار ولا on، على ولا under، تحت؟ لا، الجذور تنمو تحت التربة. احنا عندنا التربة، الجذور بتنمو يا حبيبي تحتها. number 16 camels are، الجمال بتكون ايه؟ than horses، من الخيول. طيب they are about 2 meters، حبيبي لما تشوف ذان هات اي ار، طيب يا مستر ما هو كله في اي ار، خلاص اشتغل على المعنى. الجمال بتكون ايه؟ من الخيول. هما 2 متر، انا بتكلم في 2 متر، يبقى انا هتكلم في سلوور، ابطا، ينفع اقول هما ابطا من الخيول، هما 2 متر. طيب فاستر اسرع؟ لا، لا سلوور ولا فاستر، يبقى الاجابه تولر، اطول. camels are taller than horses، الجمال تكون اطول من الخيول، لان انا بعد كده بتكلم في المترات، بقول they are about 2 meters. number 17 I don't drink cola، انا لا اشرب مشروبات غازيه. حلو الكلام. I exercise every day، انا بتمرن كل يوم. طيب اقول for ولا so ولا and؟ لا and، كويس ان هو ما جابش بط علشان ما يلخبطكش. عموما ما فيش كما هنا علشان استخدم بط. وكمان ما تنساش ان الجملتين دول متقاربتين في المعنى، ما فيش تناقض بين الجملتين، انا ما بشربش مشروبات غازية، انا بتمرن كل يوم، الاتنين بيفيدوا ان انا healthy. طيب بعد كده بيقول لي last year، العام الماضي، my friend، صديقي ايه to England، صديقي ايه الى انجلترا. هل اقول played، لعب الى انجلترا، اقول worked، عمل او عامل الى انجلترا، ولا اقول traveled، سافر؟ لا طبعا traveled، سافر الى انجلترا. number 19 بيقول لي my father works on a، ابي يعمل on a، he meets many tourists، وبيقابل سياح كتير. يبقى بابا ده بيشتغل on a factory، على مصنع، ولا tourist boat، مركب سياحي، ولا school، مدرسة؟ لا، بيقابل سياحي، يبقى هو بيشتغل في tourist boat، مركب سياحي. number 20 we eat breakfast، احنا بناكل الفطار، الفطار هناكله in the evening ولا morning ولا afternoon؟ لا، اكيد الفطار in the morning، في الصباح. عندي number 21 plants need، النباتات بتحتاج ايه؟ and water، وماء، to grow، علشان تنمو. يا ترى النباتات بتحتاج ايه وميه؟ بتحتاج sunlight ولا leaves ولا fruit؟ هل هتحتاج fruit، فاكهه، هتحتاج leaves، اوراق شجر؟ لا، هتحتاج طبعا sunlight، يعني ضوء الشمس. 22 we have 2 a، احنا عندنا 2 a،
they help us to breathe. ودول الاثنين دول بيساعدونا نتنفس. يبقى احنا عندنا two noses ولا two teeth ولا two lungs. تمام، احنا بغض النظر ان هما two noses، احنا ما عندناش two noses اصلا، وما عندناش two teeth، ما عندناش سنتين، لا احنا عندنا اكيد two lungs. يعني هو من اول ما قالك two اكيد lungs. طيب لما نكمل الجملة هنتأكد ان هي lungs، الرئتين. لما قال لك they help us to breathe، وبيساعدونا نتنفس. Number 23 بيقول لي birds، الطيور have، الطيور عندها one a. ايه يا ترى؟ واحد wing، one wing، جناح واحد. لا مفيش طائر عنده جناح واحد. طيب feather، ريشة، الطيور عندها ريشة واحدة. لا بيك منقار، اكيد منقار، الطيور عندها منقار واحد. Number 24 We use the A to make things bigger. بنستخدم الـ A لكي نجعل الأشياء أكبر. علشان أكبر الحاجة بستخدم الـ plant cell، الخلية النباتية. بستخدم الميكروسكوب، المجهر، ولا بستخدم الـ pen، القلم. لا، علشان أكبر الحاجة بستخدم الميكروسكوب، المجهر. Number 25 بيقول لي I eat healthy food. أنا باكل طعام صحي. I exercise. أنا بتمرن. جملتين متوافقتين في المعنى، مفيش بينهم اي تناقض. يبقى على طول هنقول and. انا باكل طعام صحي وبتمرن. ما ينفعش make ولا do طبعا. Number 26 ريم gazelles، غزلان الريم، have big ears، عندهم ودان كبيرة، and long a، وايه طويلة، coats، عندهم coats، ولا horns ولا hooves. لا، الطويل عندهم الهورنز، القرون، يبقى long horns وقرون طويلة. camels، الجمال، ايه perfect for the desert. قبل ما تختار is ركز، camels الجمال، الجمال جامع، طالما جامع ما ينفعش is أو was، لان is was بيجوا مع المفرد. يبقى على طول camels are، الجمال تكون، camels are perfect for the desert. number 28 بيقول لي a snake، a snake اللي هو الثعبان، is a dangerous than a fox، more ولا most ولا least. سؤال حلو. طبعا dangerous صفة كبيرة، الصفات الكبيرة ما ينفعش اضيف ليها er. طيب بعمل ايه؟ بحط قبلها more وبعدها than. انا اتأكدت ان هي more لان في than طبعا، يبقى على طول هقول more dangerous than، يعني اكثر خطرا من. حبيبي لما يبقى في than بنجيب more طبعا. Number 29 بيقول لي chickens، الدجاج، give us، بيعطينا. نبص كده في الصفحة اللي بعدها علشان نشوف الدجاج بيعطينا ايه، او ايه الاختيارات اللي هو جابها لنا. الدجاج بيعطينا، يا ترى بيعطينا eggs بيض، ولا بيعطينا milk، ولا grass. اكيد الدجاج بيعطينا eggs بيض، مش هناخد من الدجاج milk ولا grass عشب. طيب رقم 30 بيقول لي our heart، قلبنا، a blood، ايه الدم، around our body، يعني في جسمنا كله. قلبنا ايه الدم، breathes، بيتنفس الدم، exercises، بيتمرن الدم، pumps، بيضخ الدم. اكيد لما نركز واحنا حافظين الكلمات هنعرف على طول ان هي pumps، يضخ. طيب 31 بيقولي how is a camel، يا ترى how old is a camel، كم عمر الجمل، how heavy is a camel، وزن الجمل، how tall is a camel، طول الجمل، ايه اللي انا بسأل عليه. نكمل واحنا نعرف. it is about 1.9 meters tall، حوالي 1.9 متر، يعني حوالي داخلين على 2 متر. يبقى انا هنا بتكلم في الطول، في الطول. طيب يا ترى ايه are green، خضراء، leaves، اوراق الشجر، ولا roots، الجذور، ولا soil، التربة. اكيد الاخضر leaves، اوراق الشجر. كده كده احنا مش هنفكر في السويل علشان عندنا ار، ار دي يعني حاجة جامعة. طيب بعد كده بيقول لي A have seeds inside، لها بذور بالداخل. tomatoes الطماطم، ولا lungs الرئتين، ولا ears الاذن. لا، اللي ليها بذور بالداخل يبقى tomatoes الطماطم هي اللي فيها بذور من جوه. camels have large flat A، الجمال عندها large flat، فاكر large flat feet، أقدام مسطحة كبيرة، so they can walk on the sand، فبالتالي يقدروا يمشوا على الرمل. a camel is a than a horse،
الجمل ايه من الحصان؟ طبعا طالما في ذان هشتغل على الاي ار. هيفي هيفير هيفيست، لا هيفير، اثقل من هيفير ذان. elephants are ايه ذان dogs، الافيال ايه من الكلاب؟ نفس القصه نفس الفكره، ذان هشتغل على الاي ار. thinner big bigger، طيب في thinner وفي bigger، يبقى هشتغل على المعنى. الافيال تكون، ينفع انحف الافيال تكون انحف من الكلاب؟ لا طبعا، يبقى الافيال تكون bigger اكبر، ايوه بالظبط bigger than dogs. طيب رقم 37 بيقول لي let's، let's معناها هيا بنا. let's find our city، هيا نجد مدينتنا. on the ايه؟ على الايه؟ on the map ولا tab ولا lab؟ لا on the map، على الخريطة. يلا نبص كده ونطلع مدينتنا على الخريطة. طيب رقم 38 بيقول لك in the A the weather is very hot، الطقس حر جدا. طقس حر fall ولا winter ولا summer؟ لا اكيد summer، الصيف. انا بقول الطقس حر جدا يعني انا بتكلم في السمر في الصيف. camels have large flat، احنا اكيد عارفين large flat feet، سؤال مهم. camels have large flat feet. طيب رقم 40 بيقول لك we breathe، نحن نتنفس. air الهواء، through من خلال، our احنا بنتنفس من خلال our nose ولا ears ولا eyes؟ لا احنا بنتنفس من خلال our nose، انفنا. we should eat food well، علينا ايه الطعام جيدا؟ يا ترى show نمضغ، breathe نتنفس، drink نشرب؟ لا علينا ان نمضغ الطعام جيدا، show. بعد كده يا سيدي بيقول لك we breathe، نحن نتنفس، through من خلال our ايه؟ يا ترى احنا هنتنفس من خلال our eyes عينينا ولا stomach معدتنا ولا nose انفنا؟ اكيد nose انفنا. طيب رقم 43 بيقول لك snakes are، الثعابين بتكون ايه؟ birds طيور، dangerous خطيرة، plants نباتات. لا الثعابين تكون dangerous خطيرة. رقم 44 ركز فيها علشان الاختيارات بتاعتها في الصفحة الثانية، بيقول لك how A is a horse، يا ترى how A is a horse؟ والإجابة it's about، إنها حوالي 459 كيلوغرامز، 459 كيلو. يبقى أنا هنا بسأل على، شوف كده يا ترى أنا بسأل على اللونج الطول، how long ولا how heavy كم وزن ولا how happy مدى سعادة؟ لا how heavy، how heavy، how heavy يعني ما وزن. we use our respiratory system، بنستخدم جهازنا التنفسي. to ايه؟ يا ترى احنا بنستخدم الجهاز التنفسي علشان ايه؟ to digest علشان نهضم، to smell علشان نشم، to breathe علشان نتنفس. لا جهازنا التنفسي بنستخدمه to breathe علشان نتنفس. what is the A animal in the world، ما هو ايه الحيوان في العالم؟ big bigger biggest، حبيبي زي ما بتشوف than تختار er، برضو لما تشوف the اختار est. what is the biggest animal in the world؟ طيب we have A in the morning، have هنا معناها يتناول. طب نحن نتناول ايه في الصباح؟ هل نحن بنتناول lunch الغداء ولا بنتناول dinner العشاء ولا بنتناول البريكفاست الفطار؟ لا بنتناول البريكفاست الفطار، في الصباح حبايبي بنتناول الفطار. طيب بعد كده 48 we use the A of camels to make clothes، بنستخدم الـ A بتاعت الجمال علشان نعمل ملابس، بنستخدم الميت اللحمة بتاعتهم في صنع ملابس؟ لا طيب بنستخدم الميلك اللبن ولا الفير الفار؟ وطبعا فير الفار. مين اللي grow vegetables بيزرعوا خضروات for us لينا to eat علشان ناكلها؟ هل هم الانجينيرز المهندسين ولا الفارمرز الفلاحين ولا الدكتورز الاطباء؟ لا اللي بيزرعوا خضروات لينا علشان ناكلها هم الفارمرز الفلاحين. طيب رقم 50 we use our A system، خلي بالك وركز، بنستخدم جهازنا الـ A حبيب قلبي to digest علشان نهضم the food الطعام وإيت اللي أكلناه. يا ترى هنستخدم الجهاز A علشان نهضم respiratory
التنفسي digestive الهضمي heart القلب، لا بنستخدم digestive system الجهاز الهضمي. طيب tomatoes have ايه inside، الطماطم بها ايه بالداخل، flowers زهور، leaves اوراق شجر، seeds بذور، لا seeds بذور. رقم 52 بيقول لي ايه يا ترى اللي have large beautiful eyes، عندهم عيون واسعة وجميلة، مين؟ horses ولا plants ولا flowers؟ اللي عندهم المواصفات دي والعيون دي هم horses الخيول. بيقول لي we eat chickens in Egypt، احنا ايه دجاج في مصر، produce بننتج دجاج في مصر، raise بنربي دجاج في مصر، ولا grow بنزرع دجاج في مصر؟ ها فكر كده، الدجاج يبقى اكيد raise بنربي. The fennec fox lives in the A، ثعلب الفنك يعيش في الايه، in the desert في الصحراء ولا سي البحر ولا sky السماء؟ الثعلب ده بيعيش في الصحراء، in the desert. I eat vegetables exercise، انا باكل خضروات ايه بتمرن، طبعا and وايه بتمرن. A cat is small، في كما خلي بالك القطة صغيرة. A horse is big، الحصان كبير. يبقى هقول on ولا so ولا but، لا هقول طبعا but. A cat is small، القطة صغيرة، but a horse is big. طيب رقم 57 بيقول لك we eat the plant every day، احنا ايه النبات كل يوم، اكيد water بنروي النبات كل يوم. Horses are، الخيول بتكون، يا ترى بتكون ايه، birds طيور، animals حيوانات ولا plants نباتات؟ لا الخيول بتكون animals حيوانات. طيب رقم 59 بيقول لي some seeds بعض البذور can ايه on water، تستطيع ايه على الماء. لو احنا هنبص في الصورة التانية هنلاقي عندنا الاختيارات stick move float، اكيد هنختار float تطفو، بعض البذور بتطفو على الماء. We eat our garden plants، احنا ايه نباتات الحديقة every week كل يوم. We water بنرويها ولا drink بنشربها ولا paint بنلونها؟ نباتات الحديقة يا حبيب قلبي اكيد بنرويها. We water our garden plants every week. Number 61 We use our A system to digest، علشان نهضم بنستخدم جهازنا الA، respiratory ولا digestive ولا heart؟ لا علشان نهضم بنستخدم digestive الجهاز الهضمي. We produce، نحن ننتج vegetables خضروات like A and potatoes زي الA والبطاطس. Onions البصل ولا bananas ولا watermelon؟ أولا البananas والwatermelon دول فاكهة مش خضروات، يبقى احنا على طول هنستخدم onions البصل، بننتج خضروات مثل البصل والبطاطس. My school is between ولا under ولا in؟ خلي بالك حبيبي لما بنجيب مكانين يبقى احنا بنقول between، بين between بين hospital بين المستشفى والpost office مكتب البريد. Go ahead تعبير مشهور جدا، then turn right طبعا go straight ahead امشي مباشرة. طيب واقفين على السؤال رقم 65 I live in Ramses A، انا اعيش في رمسيس A. طبعا رمسيس ستيشن على عيننا وعلى راسنا اللي هي محطة رمسيس، بس انا مش هعيش في محطة رمسيس، انا اكيد هعيش في شارع رمسيس، هعيش مش هعيش في بورك، مش هعيش في حديقة، مش هعيش في ستيشن، هعيش طبعا في ستريت شارع. السؤال اللي بعد كده بيقول لك our house منزلنا is very old، يعني قديم جدا، بيتنا قديم جدا، تمام. We want to eat، احنا محتاجين ايه بيتنا بقى، بيتنا القديم ده repaint نعيد دهانه ولا redo نعيد فعله ولا reread نعيد قراءته؟ لا بيتنا القديم يبقى repaint نعيد دهانه. I like playing tennis، انا بحب العب تنس. ايه I can't play well، ما اقدرش العب كويس، but ولكن تناقض عندك كما، كل الدلائل بتقولك but، جملتين متناقضتين، انا بحب العب تنس بس ما بعرفش العب، اتفقنا ان بس دي اللي هي but. ندى loves fruits and vegetables، ندى تحب الفاكهة والخضروات، يبقى she is، ندى دي ايه بتحب الفاكهة والخضار، برافو يا ندى، she is healthy هي صحية مش unhealthy مش scary. What do farmers raise in Egypt، يعني ايه raise، raise يعني يربي. What do farmers raise in Egypt، ماذا الفلاحون يربون في مصر؟ فقال لك حاجة وcows وducks، تمام. chickens دجاج ولا rice ولا potatoes،
ينفع الفلاحين يربوا رز؟ طب ينفع يربوا بطاطس؟ اكيد هيربوا تشيكنز، دجاج. ايه ار فيري دينجرس انيمالز، تكون حيوانات خطيرة جدا. اكيد يعني مش الكاتس ولا البيليكنز، البجع والقطط مش خطيرين، لا الكروكودايلز التماسيح. The plant cell الخلية النباتية is very a we use a microscope to see it، بنستخدم الميكروسكوب علشان نشوفها، يبقى الخلية النباتية اكيد very small، صغيرة جدا. To mix something again، لتخلط شيء مرة أخرى. خلي بالك again يعني عملنا حاجة، بنعمل حاجة مرة تانية. again مرة أخرى، مرة أخرى دي يعني ريميكس، يعني ري حبيبي بتفيد الإعادة. طيب my friend صديقي has a burn، لديه حرق. hold her hand أو صديقتي، عشان قال لك here. hold her hand، امسك يدها أو امسك يدها. under a water، تحت مية. ايه اللي عنده حرق ده؟ هنمسك ايده تحت مية warm دافية ولا hot ساخنة؟ لا دي ولا دي طبعا، اكيد مية cold باردة. بعد كده قال لك ايه collects garbage every day، مين اللي بيجمع القمامة كل يوم؟ collects garbage، garbage هي القمامة، collects garbage every day، يجمع القمامة كل يوم. هل هو ال garbage collector جامع القمامة، ولا ال builder عامل البناء، ولا ال electrician الكهربائي؟ لا اللي بيجمع القمامة اسمه garbage collector. بعد كده بيقول لك farmers الفلاحون grow، بيزرعوا ايه؟ and onions، ايه وبصل. يا ترى ايه اللي ينفع يتزرع؟ تويز الالعاب ينفع تتزرع؟ لا. كمبيوترز؟ لا. يبقى اكيد توميتوز الطماطم. بعد كده ايه ناتشرال لايت، ضوء طبيعي. ان ذا داي اثناء النهار، استخدم ضوء طبيعي اثناء النهار. يا ترى هقولها يوز ولا يوزز ولا يوزد؟ لا يوز، بعمل جمله امريه فبستخدم فاعل في المصدر. بيبيز بلاي ويز ايه، البيبيهات الصغيره بتلعب بايه؟ يا ترى الكتريستي الكهرباء، ولا سكرو درايفرز المفكات، ولا بلوكس المكعبات؟ لا المكعبات طبعا، الاطفال الصغيره بتلعب بالمكعبات بلوكس. طيب بعد كده بيقول لك ذا ايه از فيري كولد توداي، يعني برد جدا النهارده. يا ترى ذا ايه؟ اكيد ذا ويذر الطقس. بعد كده ذير از ا كاوتش، توجد كنبه اند تلفزيون، وتلفزيون. ان ذا ايه فين؟ الكنبه والتلفزيون دول محطوطين طبعا in the living room في حجرة المعيشة، ما هو ما ينفعش in the kitchen ولا in the bathroom. we live نحن نعيش in a on the sixth floor، في ايه؟ في الدور السادس. طبعا we live in an apartment، نعيش في شقة. on the sixth floor في الدور السادس. I sleep in the a، انا بنام في الايه؟ يا ترى بنام في الدايننج روم ولا في الباثروم ولا في البيدروم؟ لا انا اكيد بنام في البيدروم في غرفة النوم، مش هنام في الحمام ولا في غرفة الطعام. some people بعض الناس live in a ايه، بيعيشوا في ايه؟ it's made of cloth، ومصنوع من القماش. يبقى بعض الناس بيعيشوا in a tent، اكيد خيمة مصنوعة من القماش. I learn in my ايه، انا اتعلم in my school ولا السوبر ماركت ولا hospital؟ لا طبعا I learn in my school، انا بتعلم في مدرستي. حاجة بيقول لي there is a tree، توجد شجرة. a of our house، تمام؟ a of our house. طبعا هقول of ما ينفعش next of، ما ينفعش on of، اكيد المهمة in front عشان نقول of، تمام؟ يبقى there is a tree، توجد شجرة. in front of our house، امام بيتنا. احنا كده خلصنا الجزء الثاني من مراجعة كونكت فور، مراجعة الدرجة النهائية، وحلينا 84 سؤال اختياري، وان شاء الله من المتوقع ان كلهم هيجوا في الامتحان بامر الله. انا خلصت، وانت حقيقي هتوحشني كتير جدا 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 لغاية السيشن الجاي ان شاء الله. ودلوقتي حبيبي قلبي بكل اسف بقول لك جود باي، مع السلامة.